عندنا جناحين مغلقين، يعني ما ترتب عنه، يعني ما انجر عنه الوضعية الثالثة والرابعة وحتى الخامسة. كذلك انعدام المرشات في الإقامة، كذلك يعني الانقطاع المستمر للماء. مشكل الإطعام، انعدام النظافة في مكان الإطعام، حالة كارثية في جانب الإطعام. كذلك انتشار ظاهرة القطط في بعض الأجنحة، أنه كي نحلوا الحنفية تاع الماء كاين بعض الطالبات راهي تضربهم تريسيتي في الماء. لا تستطيع الطالبة الجامعية في هذا العصر أن تقوم ببحث علمي أكاديمي مطلوب منها بسبب انقطاع الإنترنت، بالإضافة إلى غياب المراجع والكتب العلمية خاصة الكتب الفرنسية والإنجليزية. أكبر مشكلة تعاني منه غياب المدير، وعندما نتحدث معه ونقول أنه المدير غائب ولا يقول لك أنه ما عندكش الحق أصلا أنت تجي تبرر لي، ولا أصلا تجي تهضر معايا وتقول لي راني غايب ولا ما نغيبش. أولا قالوا غياب المدير، بالفعل كان هناك غياب وهو مبرر بشهادة طبية، لكن هناك نقائص، ما نقولش ما كانش هناك نقائص. السيد مدير الخدمات تدخل من أجل هذا على مستوى الولاية السلطات المعنية، وراهم إن شاء الله وعدونا أنهم في خلال 15 يوم يكون هذا المجمعين جاهزين. ما ننسوش أن الإقامة قامت ببيع ما هو قديم بالمزاد العلني.